أكد خبراء نمو الإنفاق على برمجيات الأمن السيبراني في سوق الإمارات بنسبة تصل إلى 35% في نهاية عام 2022 مقارنة مع عام 2021، لافتين إلى نمو السوق بوتيرة مماثلة منذ بداية هذا العام، الأمر الذي يشير إلى منظومة قوية للدفاعات السيبرانية في الدولة تجعلها اليوم من أولى الدول في التعامل الفعال مع الهجمات السيبرانية على مستوى العالم. وأجمع الخبراء على أن استغلال المهاجمين للذكاء الاصطناعي في هندسة الهجمات السيبرانية واستمرار وجود فجوة المهارات في الأمن السيبراني والتحول السحابي غير المدروس تشكل اليوم أهم ثلاثة تحديات يتوجب على مديري تقنية التعامل معها هذا العام. ولفت الخبراء على هامش معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات جسك 2023 الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي إلى ارتفاع المعدل العالمي لتكلفة الاختراق الواحد في الشركات بنسبة 35% لتصل إلى أكثر من 4 ملايين دولار، وذلك بالتزامن مع زيادة التحول الرقمي والسحابي واستخدام المخترقين لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات إنتاج البرمجيات الخبيثة والهندسة الاجتماعية، مشيرين إلى أن زيادة الوعي بالأساليب التي يستخدمها المخترقون لا تزال خط الدفاع الأول في وجه ازدياد الهجمات السيبرانية. وتتوقع دراسة حديثة لمايكروسوفت ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية في العالم لتصل إلى ما يقرب من 10 تريليونات دولار بحلول عام 2025. ووفقاً لأحدث تقرير عن التهديدات من شركة تشيك بوينت سوفتوير، فقد تعرضت المؤسسات والشركات في الإمارات إلى هجمات سيبرانية بمعدل 1206 مرات في الأسبوع في الأشهر الستة الماضية. وقالت الشركة بأن الإمارات شهدت زيادة بالتهديدات الإلكترونية في الآونة الأخيرة مع استخدام المهاجمين لأساليب متطورة بشكل متزايد للوصول غير المصرح به إلى الشبكات والأنظمة، ولكننا في الوقت نفسه شهدنا انخفاضاً في حجم الهجمات الناجحة، الأمر الذي يدل على إدارة الجهات المختصة في الدولة لملف الهجمات السيبرانية بكل يسر ونجاح.